السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، مرة أخرى مع المعلمة لبنى دراوشي. درسنا سيكون لهذا اليوم بعنوان آداب السوق وصلة الأرحام لطلاب الصف الخامس. ماذا يجب أن نحضر للحصة؟ كما تعودنا يجب عليكم أن تقوموا في تحضير قلم ودفتر. لديكم دقيقة واحدة من الآن لتجهزوا أنفسكم، تفضلوا. إذن ماذا سنتعلم لهذا اليوم أعزائي الطلاب؟ سوف نتعرف على آداب السوق، ومن ثم سنتعرف على دعاء الدخول إلى السوق وما هو أجر قراءة هذا الدعاء، وأيضا سوف نتحدث عن ذكر آداب السوق في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بعد ذلك سوف نتحدث عن صلة الأرحام وما هي أهميتها وما هي عقوبتها. بعد ذلك نقوم في تلخيص درسنا لهذا اليوم وإعطائكم مهمة للتدرب. ما معنى السوق؟ ديننا الإسلامي لم يترك شيئا من أمور الدنيا إلا وتحدث عنها وشرح لنا إياها، وبين لنا كيفية التعامل معها. فالإسلام لا يقتصر فقط على تأدية الفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكن هذا الدين هو دين المعاملة بين الناس، فقد نظم جميع نواحي حياة الفرد، فقد أرشدنا الإسلام أيضا وعلمنا كيف نتصرف في كثير من الحالات في أمور حياتنا اليومية، مبينا الحلال فيها والحرام وما هو الأجر عند فعل هذه الأمور. ومن هذه الأمور التي ذكر لنا إياها الإسلام وهي السوق، كيف نتصرف في السوق وما هي الآداب التي يجب أن نراعيها، وأيضا ما هو الأجر عندما نقوم في ذكر دعاء عند الدخول إلى السوق. السوق يعتبر عبر العصور أكثر الأماكن الذي يلتقي فيه الناس، لأن هذا المكان هو مكان مهم لكسب الرزق ولكي يقوموا في تلبية حاجاتهم. لذلك فإن الإسلام قد أعطى هذا المكان أهمية بالغة في الإسلام، فكان من الأعمال التي كان يقوم بها رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ببناء سوق المدينة المنورة. وبما أن هذا السوق هو مكان يتواجد فيه العديد من الأشخاص، ممكن أن يصل إلى المئات أو الآلاف من الأشخاص، فكان لا بد من التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن والحفاظ على هذه الممتلكات الموجودة هنالك، وأن نحافظ على النظافة وعلى النظام. من آداب السوق العديد من الآداب نذكر منها: عند الدخول إلى السوق يجب أن نقوم في ذكر الدعاء. وما هو هذا الدعاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. لذلك يجب من يدخل إلى هذا السوق يذكر هذا الدعاء. قوموا أعزائي الطلاب في كتابة هذا
الدعاء وتدوينه ممكن طباعته حتى تحفظوا هذا الدعاء، قوموا في وضعه دائما في الحقيبة التي تأخذونها معكم عند الذهاب إلى السوق مع أهل مع أهلكم. بعد ذلك من كثر أن تقوم في ترديده سوف تحفظونه غيبا. فما أجر هذا الدعاء؟ فمن دخل هذا السوق وذكر هذا الدعاء كتب الله له ألف ألف حسنة، أي هنالك العديد من الحسنات التي يمكن أن نحصل عليها عندما نقوم في ذكرنا لهذا الدعاء. وماذا أيضا؟ فيمحى عنا ألف ألف سيئة ويرفعنا ألف ألف درجة. لماذا كل هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقوم في أجرنا عليه، وذلك لأنه عندما تقوم في ذكر هذا الدعاء عند الدخول إلى السوق فإن هذا يعني بأن كل لحظة سوف تكون فيها يمكن أن تنسى فيها ذكر الله قد كنت قد أجرت على هذا، لأنه من يدخل إلى السوق يمكن للحظة معينة أن ينسى ذكر الله وأن يقوم في التمتع في الشراء ببعض الأمور والحاجيات من هذا السوق. بالإضافة إلى آداب السوق هو إفشاء السلام. من يمر بجانبك أن لا نبخل عليه بهذا السلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالإضافة إلى أنه عندما نقوم أيضا في الدخول إلى المحلات التجارية أن لا نبخل أن نقول وأن نردد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا. ومن آداب السوق أيضا هي المحافظة على الصلاة وعدم الانشغال بالسوق عنها، أي إذا قام المؤذن وأذن أن حان وقت الصلاة إذا أمكن أن نقوم في ترك ما بيدينا وأن نقوم في أداء الصلاة، وخاصة صلاة الجمعة لأنها فرض على كل مسلم. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى ذكر الله والصلاة وأن نترك البيع وأن نترك المشتريات لأن فيها لهوا عن الصلاة والعبادة لله تعالى. بالإضافة إلى ذلك هنالك العديد من الآداب التي يجب أن نتبعها وأن نحذر بأن لا نغالطها، ألا وهي أن لا نرفع صوتنا وأن نلتزم آداب الحديث، كما أنه هنالك آداب الحديث وآداب الزيارة أيضا يجب أن نلتمس ونهتم أيضا بآداب السوق بأن يكون صوتنا منخفض وأن لا نتحدث بصوت عالي ونزعج الآخرين. بالإضافة إلى ذلك يجب علينا غض البصر عما حرم الله النظر إليه، وأيضا يجب علينا أن نكف أذانا عن الناس، وأيضا أن نحافظ على جميع الممتلكات الموجودة في السوق وأن نحافظ أيضا على الممتلكات وعلى النظافة أيضا، فأن لا نأكل ونرمي في الكمامة على الأرض، يجب أن نهتم في إلقاء الكمامة في المكان المخصص لها أيضا. وأيضا كما ذكرت لكم سابقا أعزائي الطلاب أن نحرص على ذكر دعاء دخول السوق، ألا وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. إذن يجب علينا أن نردد هذا الدعاء ونذكره دائما ونعلمه لأقاربنا وأصدقائنا وكل من يدخل معنا أيضا إلى السوق. أعزائي الطلاب، بعد أن تعرفتم على العديد من الأمور التي تخص السوق وآداب زيارة السوق، لدينا سؤال وهو أذكر ثلاثة من آداب الدخول إلى السوق. للإجابة عن هذا السؤال لديكم دقيقة واحدة فلتتفضلوا.
أنا متأكدة أعزائي الطلاب أنكم قمتم في ذكر العديد من الآداب، نكتفي بثلاث منها، وهي عدم رفع الصوت والتزام آداب الحديث بأن يكون صوتنا منخفضا، وأيضا غض البصر عما حرم الله النظر إليه، وأن لا ننظر إلى المحرمات التي حرمها الله علينا، وأيضا أن نكف آذانا عن الناس، وأن نحافظ على جميع الممتلكات في السوق، وأن نحافظ على النظافة أيضا، وأن نحاول أن نحرص على أن نترك المكان الذي مررنا به كما كان. سؤال آخر أعزائي الطلاب، ما هو أجر من يقرأ دعاء دخول السوق؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال، فلتتفضلوا. من دخل السوق أعزائي الطلاب وقرأ الدعاء، ما هو الأجر؟ كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. فلذلك احرصوا أعزائي الطلاب على ذكر هذا الدعاء عند دخولكم أنتم وأصحابكم وأعزائكم إلى السوق. نبدأ درسنا ونتابع درسنا في موضوع آخر، ألا وهو صلة الرحم. لقد حثنا الإسلام على التماسك، وأن تكون هنالك مودة ومحبة وتآلف القلوب. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالعديد من الأمور، من ضمنها صلة الأرحام. فجعل الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام من علامات الإيمان، فقد قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أي أنه من أركان الإيمان، أيضا بالإضافة إلى هذه الأركان التي قد تعلمتموها، لكي تكون مؤمنا يجب عليك أن تقوم في صلة الرحم، بالإضافة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة. لذلك يجب علينا أن نحرص على هذا الأمر. فالأرحام هم الأقارب، من ناحية من؟ الأب والأم، وهم الأصول في الأقارب. أو ممكن أن يكون الأرحام من ناحية الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم من الفروع، هؤلاء هم الأرحام والأقارب. صلة الأرحام يحققها المسلم بأعمال البر والإحسان تجاههم، ومنها كيف يكون ذلك؟ أن تقوم في زيارتهم وأن تداوم على هذه الزيارة، أي أنه لا يكفي أن تزورهم مرة كل 4 أعوام، لذلك يجب أن تحرص عزيز الطالب على أن تقوم في زيارة هؤلاء الأرحام كل فترة حسب الحاجة، وأيضا تلبية دعوتهم، وأيضا بذل المعروف لهم، وأن نكف الأذى عنهم، وأن نقوم في مساعدتهم وقت الحاجة، وأن نقوم في زيارة مريضهم أيضا، وأن نتفقدهم، ونتفقد إذا كان
هم بحاجة إلى أمور معينة لكي نقوم في مساعدتهم فيها أيضا، وأن نقوم في احترام كبيرهم أيضا، بالإضافة إلى أن نرحم الصغير وأن نرحم صغيرهم أيضا، وأن نعفو عن المسيء وأن نسامحهم، وأيضا أن نقوم في بذل المال والتصدق أيضا على الفقراء منهم. لذلك يجب أن تكون هذه الأمور بالإضافة إلى أمور عديدة لكي نقوم في زيادة البر والإحسان وزيادة التآخي والترابط فيما بين جميع هؤلاء الناس. لذلك أهمية صلة الرحم، العديد من الثواب والأجر منها، هي فإن ثواب صلة الرحم يعجله الله للمسلم في الدنيا، أي أن الأجر الذي نتوخاه من رب العالمين عندما نقوم في زيارة الأرحام وصلة الأرحام في هذه الدنيا، ولا ننسى الأجر والثواب الذي نحصل عليه أيضا في الآخرة. بالإضافة إلى ذلك، من يقوم في صلة الرحم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبسط له في الرزق، سوف يزيد له ويتسع له في رزقه، ويبارك له في عمره وفي أهل بيته أيضا. فقد قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أراد أن يبارك له الله سبحانه وتعالى في رزقه وماله وخيره وينسأ له في أثره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، أي أن تقوم في زيارة وصلة الأرحام والأقارب وأن لا تتركهم. بالإضافة إلى هذا الأجر الذي نتوخاه من رب العالمين عندما نقوم في زيارة الأرحام، هنالك عقوبة لقاطع الرحم. فما هي هذه العقوبة؟ لا يدخل الجنة قاطع الرحم. لذلك من يقطع الرحم ولا يقوم في صلة الأرحام فإن ذلك سبب بأن يمنعه بأن يدخل الجنة. فقال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلماذا نحرم أنفسنا أعزاء الطلاب من الجنة بواسطة هذه الرحمة التي نقوم بها وهي صلة الأرحام؟ وأيضا قطع الرحم قطع للصلة مع الله تعالى، أي أنه من يقوم في قطع الأرحام أي أنه قد قطع العلاقة مع رب العالمين. فمن منا يريد أن يقطع علاقته وصلته من رب العالمين؟ أنا متأكدة بأنه كلنا نحب أن نتواصل دائما مع رب العالمين وأن يستجيب لدعائنا. لذلك فقال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، أي أنه يجب عليك أن تحافظ على صلة الأرحام. وبذلك لأنه إذا قطعت صلة الأرحام فإنك سوف تقطع من العلاقة مع رب العالمين ومحبة رسول الله. وأيضا عقوبة قاطع الرحم أيضا: لا يرفع لقاطع الرحم عمل ولا يقبله الله، أي أنه إذا قام شخص قاطع للرحم فإنه لا يستطيع أن يستجاب له من عند رب العالمين، فيدعو ليلا ونهارا ولا يوجد هنالك استجابة لهذا الدعاء. فقال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. لذلك يجب علينا أن نهتم بأن نصل أرحامنا وأن لا نقطعهم لكي نكسب الأجر ونكسب أيضا دعاءنا، وأن يستجيب لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما نرفع أيدينا إلى السماء تضرعا ليستجيب لنا أيضا. بالإضافة إلى أن قاطع الرحم تعجل له العقوبة
ليس فقط في الآخرة وإنما في الدنيا، وتزداد أيضا عقوبة هذا الشخص أيضا في الآخرة، حيث تكون أشد عقوبة من الدنيا. أعزائي الطلاب، كما رأيتم لقد كان درسنا لهذا اليوم مقسم إلى قسمين، القسم الأول عن آداب السوق والقسم الآخر صلة الأرحام. هذين أمرين مهمين يجب علينا أن نهتم بهما، فقد حثنا إسلامنا على أن نهتم بهذه الأمور. فعندما ندخل السوق مثلا يجب علينا أن نراعي الآداب والأحكام التي أوصانا بها رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نردد الدعاء كما ذكرت لكم. هذا الدعاء قوموا في تسجيله على ورقة واطبعوه، وممكن أن تقوموا في تسجيله وتعليقه على الحائط لكي تتذكروه وترددوه يوما بعد يوم حتى تقوموا في حفظه غيبا، لأن فيه أجر عظيم. بالإضافة إلى أن صلة الأرحام لها أجر عظيم أيضا عند رب العالمين، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن قطع صلة الأرحام لما فيها من قطع من الأرزاق في الدنيا، وعدم دخول الجنة أيضا بقطعنا للأرحام. من هم الأرحام؟ لقد تعرفنا أعزائي الطلاب من هم الأرحام. الأرحام هم الأقارب من ناحية الأب والأم، إن كان ذلك الجد أو الجد أو العم والعمة والخال والخالة وكل هؤلاء الأشخاص التي تحدثنا عنهم. وقد ركزنا أيضا أعزائي الطلاب على صلة الأرحام، كم لها من الآثار الإيجابية والمنافع التي نحصل عليها، إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة. أيضا من قام في صلة الأرحام فإن هذا يدل على أن هذا العبد يؤمن برب العالمين، وأن فيها سبب لدخولنا الجنة، وأيضا تساعد على التواصل والتماسك والتحاب بين أفراد العائلة، وأن تقوي العلاقات فيما بينهم، وتزيد الألفة والتآخي وإبعاد الضغينة والكراهية أيضا بين الناس. لذلك علينا أن نحرص على تطبيق هذه الأوامر وتطبيق هذه الأفعال التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم في العمل بها. بعد أن تعلمتم أعزائي الطلاب عن صلة الأرحام وعن آداب السوق، أترككم الآن مع بعض الأسئلة وقوموا في تسجيلها، وأعطيكم وقت مخصص بعد هذا الدرس لكي تقوموا في حلها. نبدأ بمن هم الأرحام الذين يجب وصلهم ويحرم قطعهم. سجل، ممكن أن تقوم في البداية في تعريف من هم الأرحام، وبعد ذلك تفصل من هم هؤلاء الأشخاص. ما هي عقوبة قاطع الرحم؟ يمكن أن تقوم في الاستعانة ببعض الأحاديث النبوية التي قمنا في ذكرها خلال هذا الدرس. بالإضافة، ما هي بعض فوائد صلة الأرحام في الدنيا؟ من هم الأرحام التي يجب وصلهم ويحرم قطعهم؟ السؤال التالي عليك الإجابة، وذلك بواسطة إحاطة الإجابة الصحيحة. حكم صلة الأرحام، هل هي سنة أم مستحبة أم واجبة؟ السؤال الذي يليه، يكون الإنفاق على ذوي الأرحام الفقراء لأجل الأمور التالية، ما هي الأمور؟ الملبس والمسكن أم المأكل والمشرب ولا أم جميع ما ذكر؟ أحط الإجابة الصحيحة. ما هي عقوبة قاطع الرحم؟ نتابع أعزائي الطلاب ببعض الأسئلة أيضا. كيف تكون صلة الأرحام؟ أذكر بعض المناسبات من حياتنا اليومية التي يمكن من خلالها تطبيق مبدأ صلة الرحم، بالإضافة إلى ما ذكرناه خلال هذا الدرس.
هنالك آداب من آداب السوق يتعلق بالمرأة المسلمة لم يذكر في الدرس، ابحث عنه في مصادر المعرفة واكتبه في دفترك أيضا. بعد معرفتك لآداب السوق، آداب دخول السوق، أي المظاهر السلبية تجدها في السوق في أيامنا؟ لقد تقومون في زيارات العديد من الأسواق أو الأماكن التي يتجمع فيها العديد من الناس لكي تقوم في بعض المشتريات، وأنتم طبعا ترون هنالك الأعمال المظاهر الإيجابية، ولكن هنالك بعض المظاهر السلبية. أذكر بعض هذه المظاهر وكيف يمكننا أن نقوم في تغيير هذه المظاهر. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى من الله عز وجل بأن تكونوا قد استمتعتم بما قدمته لكم واستفدتم بالعديد من الأمور، وأن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.